في فيديونا النهاردة، هل فعلا موجود حاجة اسمها سكريبت؟ اللي بشوفه عند الناس دي موجودة فعلا؟ طب ازاي انا اعمل سكريبت مجاني لنفسي؟ الفيديو ده هيعرفك ازاي كل حاجة تعملها بنفسك من غير ما تكلم ولا تشتري حد، وهتعرف الحقيقة يا صديقي. اهم حاجة ان انت تعرف الحقيقة، لازم هتعرف الحقيقة يا صديقي. تعال بعض نشوف كده يا شباب ازاي نعمل سكريبت، بس صدقني تعرف الحقيقة الأول. يلا بينا. اتكلمنا قبل كده يا صديقي عن لعبة كراش اوف ان اكس بيت، وقلت لك انها بتنصب عليك وبتلعبك لوحدك، برضو ما صدقتنيش. طب يا صديقي، انا عايز اوضح لك شيء مهم جدا، واللي طالبه منك لايك صغير وركز معايا في الفيديو ده، لانك هتعرف حاجات عجيبة جدا، حاجات غريبة جدا بتحصل معاك وانت مش واخد بالك، ولازم تفهمها. قلت لك قبل كده يا صديقي اللعبة دي بتلعب كل واحد لوحده، ما صدقتنيش وقلت لا، ده احنا عندنا عدد لعيبة هنا، عدد لاعبون دلوقتي 12,000، كل الناس دي فيك. قلت لك دول حسابات ديمو تجريبيين وبوتات، ولاد 60 بوتات، ما صدقتنيش. طب يا صديقي بالحب، احنا كده اخوات وعايزين نفيد بعض، ماشي يا صديقي. دلوقتي عندنا خبر كويس مش ليك، لاخواننا طبعا لسه مكملين في مصر، الناس اللي بطلت هيبقى يعني خبر وحش ليهم انهم ممكن يرجعوا تاني. حابب اقول لك ان خلاص التطبيقات رجعت تاني مصر، وبتتحمل عادي، مش محظوره في ابل ستور ولا جوجل بلاي، لانها ما كانتش بتنزل اصلا، وبتنزل موقع رسمي. طبعا انت لحد دلوقتي محتار، عايز تعرف ايه الحقيقه وايه اللي حصل، لحظات بس معايا وافهمك. بص يا صديقي، اللي انت شايفه قدامك ده اسمه تطبيق الكمبيوتر، تمام؟ زي التطبيق اللي عندك في التليفون بالظبط، تمام يا صديقي. احنا هنعمل كده بس، هنصغره شويه، نجيبه على الجنب كده، ونيجي مع بعض كده. احنا عندنا جوجل كروم، ركز معايا يا صديقي، احنا معانا دلوقتي 8 حسابات جوجل كروم، 8 متصفحات على جوجل كروم. هناخد اول متصفح اللي هو باسم عبده، ده اخوك اسمه عبد الله يعني، متقلقش. تمام يا صديقي، وهنفتح وان اكس بت، هندخل على وان اكس بت قدام عينيك اهو في الموقع الرسمي، تمام. هنخش على اول نتيجه بحث، ركز معايا بس ما تقلقش، هتطلع مبسوط والله. دخلنا فتحنا اول خانه طلعت لنا كده، فتحنا دي الواجهه الرسميه اللي بتحمل منها التطبيق وكل حاجه، وكله زي الفل في البطيخ. دي لعبة كراش دي ولا مش لعبة كراش؟ لعبة الطيارة دي يا جماعة ولا مش لعبة الطيارة؟ أنا هدخل على لعبة الطيارة زي كده. طبعا هي شغالة هناك زي الفل. هسخر دي كده. بص يا صديقي، هنا 9، هنا طلع بوينت 10، وهنا لسه 1. خد بالك، أنت ممكن تعملها عندك على الكمبيوتر بتاعك. لا تفكر بس، ده في نقطة مهمة جدا لازم تفهمها، أنا لسه هفتح لك بقى المتصفحات كلها، هبهرك النهاردة، هبهرك النهاردة. ده يثبت لك يا صديقي ان مفيش حاجة اسمها سكريبت، مفيش حاجة اسمها هاك طيارة. لازم تفهم وتتأكد كده يا صديقي، مفيش حاجة اسمها سكريبت ولا حاجة اسمها هاك طيارة، لان كده كل سيستم بيلاعب لاعب لوحده، بيلاعب شخص لوحده، تمام يا صديقي. يعني ايه هاك يشتغل ليك لوحدك؟ فاهمني؟ يعني السيستم بيختارك انت قدام عينيك اهو، قدام عينيك، ده التطبيق الرسمي وده الموقع الرسمي، تمام. ما علينا يا سيدي، هندخل طيب ناخد متصفح تاني، هناخد ده مثلا ونكتب هنا وان اكس بت في المقدمة، ونخش نفس ما دخلنا المرة اللي عدت، نفس ما دخلنا. ركز بس، انا عايزك تفهم والله العظيم، انا بفيدك، انا هدفي اقنعك، انا هدفي اقنعك. سيبك من فلوس في الحساب دي، طبعا دي فلوس تجريبية وانتوا عارفين الكلام ده، تمام يا صديقي. انا هفتح الموقع التاني والمتصفح التالت اهو، دي لعبة كراش دي مش لعبة كراش، تمام يا صديقي. نصغر كده متصفح مع بعض ونجيبه لتحت شوية، خد بالك انت، اتفرج يا سيدي على الفضايح والجرس زي ما بيقولوا. هنا المتصفح ده بتلعب الايميل ده لوحده، وبتلعب الجيميل ده لوحده، وهنا بتلعب الجيميل ده لوحده. يبقى فين يا صديقي يعني ايه سكريبت؟ يعني ايه سكريبت وهي كل سيستم بيلعب لوحده؟ كل سيستم في الطياره، وانت بتقول انا كل ما ادخل افضل مشاهد الطياره تطلع فوق العشرة، واول ما ادخل تضرب في بوينت 1 بوينت 2. طب ما هي يا صديقي ما هي بتلعبك لوحدك، هي بتعشمك في الوقت، هي بتعشمك عشان حضرتك
تخش تلعب. طول ما انت قاعد تشاهد الطياره من بره كده تبص تلاقيها ايه، طايره طايره فوق فوق، لان كل الموجودين دول ما لهمش لازمه يا صديقي. لازم تفهم ان كل اللاعبين اللي موجودين هنا دول كل دول ملوش اي 30 لازمه يا باشا. دي ارقام وهميه وبوتات وملهاش اي قيمه بتحطها اللعبه. تتخيل كده ان كل الاعداد دي مثلا حقيقيه؟ مستحيل مستحيل. انا فتحت معاك اتنين متصفح وكل مختلف، تمام يا صديقي؟ كل مختلف. ركز معايا، نروح متصفح تالت. هنكنسل ده تحت كده بس عشان الشاشة اتملت، تمام يا صديقي؟ هناخد المتصفح بتاع محمود عبد الله ده، تمام يا صديقي؟ ده ابنه برضه، مش غريب يا جدعان. ونفتح وان اكس بيت، طبيعي جدا. نخش على لعبة كراش. طيب نصغر الصورة كده. حلال الله أكبر، حلال الله أكبر يا جدعان. اللي لسه مفكرين إن أنتم بتلعبوا هتكسبوا. بص 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 يا صديقي، بص أهو ده بوينت 21، وده اللي احنا حسبناه، فتحناه الحساب. لسه ما فكرتش تطلع هنا. وهنا بص، وهنا بص بص يا صديقي، وده حساب بتاع التاني اللي انا فتحته من شوية. بص يا صديقي اهو، هنا بص لسه طالع، وهنا مختلفة برضه، هنا مختلفة 2 بوينت. بص دي لسه ما فكرتش تطلع، هنا ضربت بوينت 1 2. ده دليل يا صديقي العزيز، يا اللي لسه مفكر نفسك هتكسب، لازم تعرف ان وان اكس بيت كلها نصابة، وكل الشركات اللي فيها بيت وفيها العاب كراش والالعاب دي كلها بتكذب عليك، كلها بتكذب عليك. انا بتاريخ النهارده اهو يا صديقي 6/10/2024، وعملت فيديو بنفس الصوره. بس الفيديو اللي بتكلم فيه النهارده ده عايز اثبت لك ان مفيش حاجه اسمها سكريبت بالاثبات. دلوقتي انت بتشوف واحد عامل لك فيديو بيقول لك سكريبت القحه وسكريبت البدنجان والسلطات وبيضرب، يا صديقي ازاي وهو كل سيستم بيلعب لوحده؟ فهمني ازاي يا باشا ان في سكريبت وكل سيستم بيلعب لوحده، كله بيلعب لوحده. بص يا صديقي اهو قدام عينيك، افتح لك واحد كمان، افتح لك سيستم تاني، جميل تاني يا صديقي. انت تقدر تعملها اللعبه دي عندك، اعمل 5 6 متصفحات كده من جوجل كروم، افتحهم يا سيدي وخش على الموقع الرسمي. بص يا سيدي اهو 2.32، هنا 1.64، هنا 1.22، هنا ما فكرتش تطلع. ده التطبيق الرسمي. يبقى ازاي في سكريبت؟ فهمني بقى يا صديقي، يبقى ازاي في سكريبت؟ هنا هتلاقي، بص طب تعال نشوف مع بعض عدد اللاعبون، تعال نشوف هنا عدد اللاعبون كام. بص يا صديقي احنا معانا عدد اللاعبون هنا كان 6000 تقريبا، هنشوف مع بعض كام. 6000 ولا كام؟ دلوقتي هنا 5720. المفروض يبقى كله، يعني المفروض في كله يبقى عدد هنا كان 9000، او خدت بالك؟ لكن هتجيلك تاني. تخيل انت، لا يعني يبقى عندنا ربنا كده صديقي، لما كل واحد يخش يلعب الطياره يلاقي عنده 10000، وده سيستم عليه 20000، وده 5000. بص يا صديقي هنا 9300 اهو، 9300 يا صديقي، 9300 يا ولاد النصابه، يا ولاد النصابه اللي بتضحكوا على الناس. اتفرج يا سيدي اهو، اهو يا باشا ده معدي، ده الحساب ده معدي، ده فوق ال 24 27 كام؟ لا ده 5000، اسف يا جماعه، ده 5000. يا جماعه بعقل ربنا خليك عاقل، ما تبقاش راجل صغير ويضحك عليك، انت راجل عاقل وفلوسك انت اولى بيها. دي هنا نصب وسرقه عيني عينك، سرقه عيني عينك. انت تقدر تنفذ الموضوع ده لو عندك جهاز كمبيوتر، هتقدر تنفذه بنفسك، وهتشوف بنفسك وهتكتب لي في الكومنتات ان كلامي صح ولا كده. ده التطبيق العادي، ده التطبيق العادي اللي كل الناس بتلعب عليه اهو، اهو بس انا محمله على الكمبيوتر يعني، فاهمني؟ التطبيق العادي بدأ يتحمل طبيعي جدا زي الاول، وبينزل على التليفون. اكيد دول دفعوا وجددوا الترخيص، لكن مفيش مشكلة. العيب فينا احنا، لازم احنا نظبط نفسنا، لازم احنا نخاف على نفسنا. الدولة مش هتحمي لك نفسك،
انت قدامك النار، عايز تخش النار برجلي خش، عايز تبعد عنها ابعد. هي الدولة هتيجي تقول لك لا، اوعى تدخل النار وتشيلك كده. لا يا صديقي، دلوقتي الامر بقى في ايدك انت. لما تتاكد ان دول شركات نصابين يبقى كده مفيش حاجه اسمها سكريبت، عشان تفهم وتتاكد. مفيش حاجه اسمها سكريبت صديقي، ما تصدقش، لان دي كلها حسابات. كل بيتلاعب كل شخص لنفسه، وبالدليل وبالاثبات قدام عينيك اهو، بالدليل وبالاثبات يا صديقي. كل شخص بيلعب لنفسه لحاله. لو فتحت كمان حسابات تاني هتشوف برضو كل حساب بيلعب لوحده، مع ان ده الموقع الرسمي وده الموقع الرسمي وده نفس اللينك. هو هو والله والله نفس اللينك. هو هو ازاي بقى لما كل اللاعبون دول موجودون على سيستم واحد؟ ازاي كده؟ خلاص، وان اكسبت اتكشفت حقيقها واتكتبت المصايب كلها. وزي ما انت شايف، طيب وهعمل لك فيديو على ميل بيت، وهعمل لك فيديو كمان على ميجابيري وجو بيت. كل الحسابات دي هنفضحهم كلهم، مش هنسيبهم في حاجه. احنا خسرنا كتير، فبالتالي مش عايزين نخسر اكتر، ولا عايزين حد يوصل للمرحله اللي احنا خسرنا ليها. تمام يا صديقي، يا رب تكون استفدت، وتكون المعلومه دي تفضل في دماغك على طول. ما تنساش ان انت بيلعبك سيستم واحد. سلام يا احلى رجاله في الدنيا.